بالبداية احنا نشكر قناة الرافدين على اهتمامها بكل المواطنين، وهي قناة سباقة في كل شيء. يعني حقيقة هاي المنطقة يعني تعدادها يمكن يعني بين 300 إلى 400 بيت، يعني بحدود قريب 2000 بشر أو أكثر شيء، يعني ما بالتحديد. هذه صارت المنطقة وراء أحداث 2003، الناس تهجرت من خانقين ومن شهربان ومن مناطق عدة يعني مختلفة، وكونوا هالمنطقة. وطبعا بوقتها بدعم من الـ من الـ من المحافظ القديم استاذ رعد، يمكن بوقتها كان، وكان هو ورا العمارات. بعدين جابهم هنا قال هالمنطقة فارغة وقعدوا بيها منها لما نشوف لكم شارة، فقعدنا بيها احنا واللي قبلي، قعدنا بهذه المنطقة. فهاي المنطقة كلهم ناس كادحين، ناس كسبة غالبيتهم بيهم منتسبين. أنا ولدي من المنتسبين بالجيش، ولكن ما عندنا سكن، ما عندنا ما نروح نقعد. يعني هذه المنطقة هي اللي لمتنا والله، وتحركنا على المسؤولين. كل ما يصير انتخابات، كل ما هذا يعني يجيبوننا شغلات بسيطة ما 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 ما, ما يعني ما تأدي الغرض. يعني نوبة جابوا لنا سبيس، ودا شفت هاي شو اسمه المياه الآسنة، ومع هالأمطار ما كنت تصريف مياه. الكهرباء مالتنا تعبانة، الكهرباء يرادنا محولات، لأنه المحولات ما تلحق، يعني إرادلها بعد محولات، إرادلها إدامة بعد. هذه الناس شلون تمشي؟ شلون طلابنا؟ احنا يروحون طلابنا طبعا مسافة يعني تقريبا حدود الكيلو ونص او كيلو، مدرسه ما عندنا، يعني مدرسه ما عندنا، مدرسه هنا بالمنطقه ماكو، مستوصف قريب علينا ماكو. يعني صحيح لازم قريب احنا على الشارع ممكن، بس الحاله متيت شيء قريب عليها، حتى اهم شيء هي خدمات الانسان. يعني هو هدف الدوله، احنا ناشد الدوله، ناشد السيد رئيس الوزراء، وناشد الناس المسؤولين والسيد المحافظ والناس المسؤولين على 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 شو اسمه يهتمون بهذه المنطقة. احنا نريد منهم يسوون لنا الشوارع، يسوون لنا الكهرباء، يسوون لنا مدرسة. هذه احنا اهم الاهتمامات هي للبشر، ان الانسان يعني يطلع باقل شو اسمه الامور الخدمية. يعني وهذه الامور ترى يمكن بسيطة على الدولة. احنا عندنا شو السبويس عندنا، والجير عندنا، والمدري شنو، وتبليطها كلش ما يكلف، يعني ما اعتقد يكلف على الدولة. هنا منطقة حي اليرموك، مغارب مستشفى الرازي، منطقة كلش تعبانة، عوائلها تعبانة. يعني لا مسؤول جانه، لا فتشي جانه. بوقت الانتخابات تلقاهم هنا مكومين، واحد يطب وواحد يطلع، من تخلص الانتخابات لا حد يجينا ولا حد يزورنا ولا مسؤول زارنا. وهاي المنطقة صار لنا تقريبا بالشهر شهرين غرقانين، هذا شارع رئيسي، منطقة تعبانة. احنا منطقة المهجرين منكوبين من 2003 لحد الآن. يا انتخابات يجون، قبل الانتخابات يجون وعزايم وهذا،
وبعدين من تنتهي الانتخابات امان الله ندق عليهم ما يجاوبون، يابا تعالوا شوفوا حالنا، يعني هذا حال يعني اطفالنا الله يشهد بين يوم يوم يروحون للمدرسه، احنا صار لنا اسبوع، انا هسه عندي سياره والله ما طالع على باب الله، منين اطلعها من هاي؟ زين؟ ودق عليهم ما يجاوبون، كهرباء عفونا اياها عن نص، قبل الانتخابات يجون منا يمرون يوميا محتاجين شيء شياطين، احنا بخدمتكم انتخبونا وهذا، وهسه كل شيء ماكو، لا حد جاي ولا حد سائل عنا ولا ابد، ورقم هاي المنطقه صعدت اكثر من 5 نواب، يعني كل 100 بيت انتخبوا فد نائب. وصعدوهم هسه روح عليهم ها الله كريم بسيطه مدري شنو انتم ما مشمولين تجاوز من هاي السالفه، زين احنا مو مواطنين وانطينا شهداء وهذا، انا من الناس ابويا شهيد وكل شيء ما محصلين من هاي الحكومه زين لولا، يعني ابسط شيء هسه سبيسات يدبون هنا يمشون هنا وفوت سبيس جاي يصير طين، ابسط شيء يريد عسونا بس سوونا الشوارع عمل اريد كهرباء اريد كل شيء ما اريد. برا ما تقدر تطلع واحنا جوا والله من المطره من الشتاء لحد الان. هو ها صار شهر على هالحالة احنا. امانة الله صار شهر على هالحالة. هاي سيارتي لو اشوف امانة الله لا مشتغلة ولا ابد ولا طالعة. منين اطلعها؟ زين انا طلعتها بعد شلون اطب؟ زين؟ ولا حد جاي لا حد سائل علينا يعني احنا همين واذا مهجرين مو عراقيين احنا؟ سحبوا من عندنا الجنازة يقولون يا بطلع الخارج نروح لليمن وللسودان بكت الله تلفينا. والله بعد احنا ما لناش الدوله العراقيه بكت على دوله السودان الهند يسيلون علينا يجوز احنا مو عراقيين والله نتاكد ما بيها شيء يحللونا ما بيها شيء يجوز احنا هنود. السلام عليكم. انتوا جيتوا الحمد لله والشكر شفتوها هاي الطينه والخيسه هاي. هاي قبل 5 ايام ما حد يمشي بيها. النسوان رايحه جايه كلها بالمي خطيه. الا لبسن حافي وروحن هناك بدلن على الشارع. زعما هاي مو عيشه، طلعات ما نقدر نطلع والله. مبهدلين هاي العيشه مالتنا. ونقول الحمد لله والشكر. احنا نريد انشاء شهادة الحكومه وقت الله يدير بالها على الفقراء وهالطيبين هاي الخيرين. بس شو تسوي ولا شارع. هذاك الشارع نظيف، هذا الشارع وسخ. جو يكربوه بالزياقير نصوه النوب. كان كله عالي. قال حنبلط لكم اياه، نبلط لكم اياه، قصوه. هسه نبلط وهسه نبلط وهاي عافونا. ليش؟ واحنا طبقة فقيرة. يا طبقة ندفع فلوس كان مشونا اياها، بس ما حد يدفع. وهاي على الله وعلى على حكومة احنا نريد. الناشد الحكومة احنا. والله المنطقة هي تعبانة، أنا أقول لك يجي هنا تعبان. هسه لازم هسه أنا قصة اللي مفتح. من كريات تقول له 10,000 يسخن اخذ منه 4 5 اقول له روح الله ياك شو اسوي بقول شو اسوي مو نقول عندي والله ما حد طقطق وما حد يجي علي تشوف الخيسه من المحل شو اسوي اسوي تبليط اخليهم يجون علي ماكو قاعدين ساكتين ونقول الحمد لله وشكرا ظلت يم الله ويمكم ونريد من المحافظ يشوفنا شاره والله يشتر علي ان شاء الله ما نقول غير شيء اكو غير شيء ماكو بعد اريدكم طيبين ان شاء الله وجهودكم هاي الطيبه الجيتوا هنا اي والله كرفو هذا شوف هاي القاع يابسه هاي جماعه كلهم يعرفوني يوميا صبح كرفو اقول خط تنشف تجي سياره تاخذه وثاني يوم هم كرفو هسه قبل شوي كربته طريق ماكو اروح البيت طريق ماكو البيت اروح هاي بالماسحه كرفو هاي نقره شيء ناصيه اذبها بالناصيه تجي سياره انه بالكرفو وهم احنا يوميا ماسحين وجايين اريد اروح للجامع ما نقدر صراحه غير الا سوينا طريق بالماسحه هاي بس ناكلها بالماسحه وجبناها جرب زعما الا واحد عنده شزمه يلا يفوت والله نقول الله كريم ما نقدر نحكي غير شيء نقول الله كريم ورحمه الله واسعه وبهمه المحافظ ان شاء الله الا المحافظ عنده جهال واطفال يشوفوا هاي الديره هاي يساعدنا واحنا نقول الله كريم ان شاء الله ما نقول شيء اهم شيء رب العالمين
اليوم احنا هنا عندنا 5 نواب وهاي حالتنا جاي تشوفوها، لا كهرباء، كهرباء صارت تقريبا فوق الشهرين، عموم قرب معقوبة، تعبانة فد مرة، مجاري ما شاء الله يعني من جاي تمطر يعني حدث بلا حرج، ما أقدر أوصف لك الحالة، يعني المي جاي طب للبيوت، يعني الأطفال متأذين فد مرة لا يقدر يوصل مدرسة، الكبار بالعمر يعني تعبانين بشكل يعني ما يقدر يروح للمحل يتسوق، سياراتنا ما تقدر تطلع، يعني حالة يرثى لها. واليوم احنا عندنا 5 نواب، فنريد يعني النظر مثل ما واحد ينظر لبيته، ينظر لأهله، يجي يشوف مثل ما يقول منطقة ايش محتاجة ما محتاجة، يعني لا متى نبقى بهاي الحالة؟ صارنا تقريبا من 2008 على الحطة، يعني احنا بس بوقت الانتخابات نشوف النواب ناس رايحة ناس جاية مثل ما كأنما مناسب عندك هناية، وكلها تسلم عليك وتطلع وتبارك لك. بعد الانتخابات هاي وضعيتنا وجاي اشوفها. والله اليوم صار لها فوق 10 ايام من مطرت، وهاي هسه جاي اشوف الطينه، يعني بوقت الطينه يعني ما تقدر تطب نهاين ولا تقدر توقف، يعني ما اقدر اوصف لك الحاله. المدارس هنا عندنا معدومه حيل وبعيده ومتاذين اذيه الله اكبر، يعني اطفالنا خطوط، حتى الخطوط ما اقدر اطب لهم، واكثر ايام هم قايبين المدارس بسبب الطين. نعم والله رحنا نفس الحالة ما قلت لحد. راجعتوا؟ إيه راجعنا نعم، وهاي أبسط شيء الكهرباء عندنا 24 ساعة طاقة، يعني تعبانة فد مرة، يعني كل يوم عطل، إلى متى نبقى بهذا الحال ما نعرف. المنطقة تعبانة فد نوبة، يعني كلها ماكو أي خدمات، ماكو أمورها تعبانة، تصور بعينك وأنت تشوف كلها حتى بيوتها كلها تعبانة، كهرباء ماكو، يعني مجاري ماكو. أنصح بمولد غاز غالي، كهرباء ماكو، أمور العالم تعبانة، ما تقدر تأخذ من عندهم أجور أكثر. والحل؟ الحل هو كله بيد الدولة. شو كنت تبكون هيك؟ لا ما الله ياخذ ارواحنا. ما له حل، هو ما حد يوصل، مسؤولين ما حد يوصل اطلاقا. فد وقت الانتخابات. سر عزيز. يحطونا على رؤوسهم وقت الانتخابات. تعرف شلون؟ أي. وقت الانتخابات كل المسؤولين يجون. ورا ما تخلص الانتخابات ما تشوف احد بعد. زين الطين ليش وقت يبقى؟ طين للصيف. الصيف يلا يابس، لان ما زال اكو مطر ماكو قاع يابسه. بس من ناحية الخدمات يعني صفر، من ناحية الكهرباء هسه تجي لك 10 دقائق تطفى ساعتين. زين عندك المي، هم المي نفس الحالة، يعني تنقطع الكهرباء يجي المي، يجي المي تنقطع الكهرباء عكس. عرف شلون؟ هسه هاي المنطقة عندك هنا هاي جيعان كانت فارغة، واكو عالم مهجرة من ضمنها المجمع، فجاء احد المستثمرين واخذ القاع مالتهم، هم صارهم 20 سنة بيش القاع، هسه جاي المستثمر ياخذها،
جابوهم هنا اعطاهم تعويض مكان قاعهم، حتى المستثمر ما عوضهم، عمود يجون يبنون هنا، بنوا على النص وعافوه. ليش؟ لان التعويض ماكو، يقول لك من يعطينا؟ لازم يعوضنا المستثمر. فوجدوا اكو ناس هنا بالمنطقه تستحق تعطيها جيعان، واكو ناس ما مستحقه. فناس عمت على ناس هسه، فاكو فقره صحيح ما عندهم. تستحق تعطيهم قاع، تعطيهم راتب، توصل يعني توصلهم كافه الخدمات. اخويا معوق بيده، هذا التعويق يعني ما يقدر يشتغل ذاك الشغل. عرفت شلون؟ فقاعد اجار، الاجار 100,000، وعنده 4 اطفال، ووالدتي مره كبيره قاعده وياه، وما عنده مره. زين هالحاله وين يروح هذا؟ ما عنده معين، والمعين الله. فالطوق قاع قبالي، فجيت ابنيها، بنيت نص وجت البلديه فلشتها. يا بليش تفلشون هذا المكان؟ قال ما عندك امر. قلت لهم اني قدامهم صار الامر مرتين، انا جايب امر من هذا المسؤول. فقال لهم هذا معوق يستحقها، يبنيها ويقعد. فانا من خما اللي جاخذ القاع لهذا اخويا جابنيها وقعده يصير قبالي. فهذا اكو عالم يعني، لازم حتى انت من ذات نفسك تعطيهم هاي القاع ودعتهم به، عمود الله يستر عليك ويستر عليهم. مو لا ما عنده لا معي لا شيء، وعنده 4 اطفال. زين فقلت اجيب قبالي قبال عيني، عمود من جهاله يطلعون جهاله يريدون هم قبال عيني، ووالدتي مره كبيره قاعده وياه، هذا يريد له وإله والجهاله واحد يخدمهم، من يخدمهم؟ امه مره كبيره. ايش قد صرفت على الارض؟ صرفت والله 800,000. ايش صار بيه؟ ورجعوا فلشوها، بنيت على النص وجت البلديه فلشتها. بالنسبة للمدارس مسافة كيلو وين، أنا عندي طلاب وديتهم للمندلي نقلتهم، ما من هان ما تقدر تعبرهم الشارع، وحتى مجسر من هان مال المشات ماكو، وهاي شوف هالوضعية هاي تعبانة. مسافة كيلو وين تروح تمشي الطالب يروح للابتدائية بالطين، بهالطين هذا لا مدارس ولا كل شيء، وهاي جاي تشوف أنت معاناتنا هذه. ما نقدر كل شيء هسه، عندي قلت لك عندي طلاب نقلتهم لل، وحتى بالخط من يجي يشوف هذا الطريق وهذه همي حتى ما يقدر يطب للمنطقه. والله من حتى هاي 5 سنين واكثر جو على المدى انتخابات سلكوا هاي ايش اسمه، حتى ما ربطوها هاي، حطوا تيول وقالوا هيك نسوي لكم تبليط ومجاري وما ادري شنو، انتهت الانتخابات وخلوا على وضعيتهم ومشوا. احنا نشكي من هواي كثير من الحالات، وهذا اول بدايه الخدمات يعني من ناحيه المجاري التبليط المدارس، يعني هسه اطفالنا اكثر بعد الاحيان يعبرون مشاريع ويعبرون مشروع وهذا والشارع، يعني مسافه بعيده تايره بين 3 كيلوات 4 اللي يروحون المدرسه، يعني هنا مدرسه قريه تقريبا يوجد بها تقريبا 700 بيت، لا مدرسه لا مستوصف، يعني معدومه من خدمات. من ناحيه الكهرباء صفر، الكهرباء ماكو خير شر، يعني من ناحيه ابو المولد يمكن شغل 5 ساعات 6،
يقول ما تصرف من ناحية المولد، البرميل هسه يشتري ب 200 ألف، والله هي منطقة تعبانة، كلها ناس بسطاء وفقراء وهذا، كلها كسبة. يعني نادرا تلقى موظف الراتب فوق المليون وهذا. نادر شيء قليل وهذا. أكثر الناس يعني تشتغل عمالة وهاي المسائل. يعني يوم يحصل يوم ما يحصل. أسبوع يشتغل أسبوع ما يشتغل. الناس عايشة تدري بعد هي عايشة اللي غير على قد الراتبة وهذا. يتقصد بالراتب وباليومية مالته وهذا. والحمد لله والشكر. اولا تبريد ماكو، ثانيا مجاري ماكو، ثالثا كهرباء ماكو، رابعا المي ماكو، متقطع نهائيا ماكو. باسبوع مره يجينا وهاي حالتنا، وشوف الشوارع مالتنا هذه قريب على مستوصف حكومي وجامع الصفه وماكو تبليد. العالم تفتر كيلو وين متر يلا تروح للمستوصف. واحنا نعاني من مشاكل كثيره هوايه. اي خدمات ماكو. الناشد محافظ ديالة والناشد القائم مقام ومسؤولي بغداد السيد محمد شاعي السوداني خلي يجي يزور منطقة القاطون وشوف الحالة مالتها يرثى لها. رحنا وطلبنا والمختار راح وكل المواطنين راحوا ما حد ينفذنا. كل سنة هاي صار هاي المنطقة تأسست سنة 1980 ولحد الآن ما بيها أي خدمات. ما نعرف شو وقت يسوونها. ما نعرف، هاي حكومة اللي تجي حكومة جاية، هسه جت يبال للسيد محمد الشاعي السوداني انتظر الميزانية وننتظر الميزانية ماكو نتيجة، ما حد شايفين من عندهم أبداً، بس بالانتخابات شفناهم. بس بالانتخابات شفناهم النواب مال ديالة، خليج يشوفون. منو نايب بديالة خليج يشوف هذا الشارع مال المستشفى. هذا مال المستشفى. يعني المواطنين يعانون هاك، تفضل. هاي اول امراه يشوف شلون تمشي بالطين. هاي المعاناه مالنا عمي يوميه هيجي كل مطار هيجي وبالصيف خو كهرباء نهائيا ماكو وراح يجينا الصيف واحنا ماكو اي نتيجه ما محصلين من المسؤولين ما جاله. طبعا احنا معاناتي يعني الله ذب لي عمام هنا بهاي المنطقه وصارت ورطه. شيلوا الغير مكان، شيلوا المعقوبه الجديده السبع نيسان، شيلوا بطراف الخالص، شيلوا بطراف الديال احسن من هاي الخيسه والوسخ. يعني هاي انا كل سنه معاناتي، يمكن صورت توكم من نزلت من السياره. يعني هاي المعاناه احنا كل سنه انا امر بها. من هاي السنه قلت هاي اخر سنه بعد اجي، اذا ما بلطت ما نجي. يعني الحالة يؤسف عليها ويرثى لها. يعني هاي اليوم صار 20 سنة احنا هاي المعاناة عندهم. انا من خارج معقوبة، معاناتهم هذه كل سنة الفيضانات، ماكو تصريف، شبكات مي ماكو. يعني هاي الحكومات متعاقبة على المحافظة، المنطقة الوحيدة اللي هي مهملة. يعني واحد يحكي الصراحة، فبس اريد لهم خدمات، بس الشوارع يدفنونها وشبكه مال مجاري بسيطه ويخلصون من هاي المأساة اللي هم عايشين. صعبه على الحكومه. والله احنا حكومتنا حكومه خير، يعني حكومه خير. يعني لو كل سنه يسوون مشروع بمنطقه هم كان هسعنا. احنا ما شاء الله من دول متقدمه. بس انا طالع الصبح هذا يطلع الزمن. احنا النقطة الأولى اللي نعاني من عندها، أولا نقطة الكهرباء.
ماكو كهرباء تجي نص ساعة وأكثر شي ساعة. ليش؟ وين راحت الكهرباء؟ وين راحت؟ كهرباء موجودة بس ما نعرف هاي الأسباب شنو. مو نقول عطل يوم ويومين وشهر، هاي مو عطلات. إحنا جايين نعاني من شغلة الكهرباء يعني كل محافظة ديالة، مو أقول لك بس منطقتي. الشيء الثاني هذه الشوارع أنت جنابك شفتها، شوارع يعني من تمطر طلابها حتى ما يطلعوا المدارس، طين تعبانة كلش، جدا تعبانة. الشيء الثاني هاي النفايات اللي شفتوها بعينكم، ليش إحنا شنو يعني إحنا معرقين؟ ما لنا حق؟ لو البلدية عاجزة، إذا البلدية عاجزة والله إحنا نساعدهم. إذا البلدية عاجزة ما عندها آليات أو شفلات أو سيارات تنقل هاي النفايات من المنطقة، عم بيوت حتى يعني وين يذبون؟ وين هي؟ حتى ما لهم مكان يذبوه. لا جيبوا لكم حاويات، جيبوا حاويات ذبوها يعني بكل نقول كل فرع ذبوا بي اثنين، وكل يومين خل تطلع الآليات مالتكم الشفر والسيارة اللي تنقل الإنقاذ شوية تخفف يعني على المواطن. هذه كلها ما موجودة، كلها ما موجودة هذه الأمور. أنت ما يجيني وتقول لي تجاوز، هاي مال تجاوز خلي على صفحة، مو تجاوز. إحنا أول شيء إحنا هذه قرية مهجرة تعدادها أكثر من 300 بيت، يعني قرب ال 400. أنا تعدادها عندي وجارتها عندي ومطلع عليها من ذاك اليوم إلى هاليوم. زين شنو تجاوز؟ تجاوز إلى حق، أنا عراقي تمام لو لا؟ عراقي إلى حق بهذا البلد، إلى حق على الدولة، إلى حق في كل الأمور. يعني شنو إذا سووا الشارع وإذا ذبوا له زفتات يعني شنو اللي يصير بالبلد؟ يخسر؟ ما يخسر، خيرات العراق لا ما شاء الله ما تخلص والله، لو بعد ملايين السنين ما طول الدنيا على وجه الأرض. خيرنا كثير بس خيرنا ما نقدر نحكيها والله يمين، عيب علينا نحكيها. مال خيرك يروح لغيرك هم صعبة، ريت خيراتنا إنه في يد المواطن. هذا المواطن هو عينه على اليمن، أولا على الله والثاني على السلطة الموجودة، على الحكومة، الحكومة المحلية ولا المركزية تمام لو لا؟ أي فإحنا نعتب على الدولة ونعتب على المسؤولين اللي موجودين، يعني نقول بالمحافظة إذا من القائم مقام إلى السيد المحافظ إلى أي مسؤول هو اللي معني، هذا إن حق عليهم لأن إحنا مواطنين عراقيين، فشعب كله تعبان. معاناتنا على الشوارع الرئيسية، يعني الشوارع أول شيء مجاري ما عندنا، مجارينا يعني شوف بس هاي المجرد، وهاي يومية مشاكل منا كسدوها علينا همينا البيوت، سادينا ومينا بالشارع، بسياراتنا ما نقدر نطلعها والله، من وراء هالشوارع فد مرة يعني منا خيسة، يعني ما تقدر كل شيء تسوي، والحالة الفقرية بيها منطقة هواي بيها حالة يعني فقرية يعني يعانون هم من هذا الشيء. كهرباء من كل منطقة كهرباء تموشي وباقي خدمات يعني لا تبليط اكو، مدارسنا بعيدة، مدارسنا بالحي يعني جهالنا دندزوا من الحي، منا يعبرون بهاي الطينة مشي يروحون للحي المعلمين على مود المدارس من صير طين فد نوبة هاي، واوديهم بالسيارات
يعني ما يقدرون يطلعون، يعني لما يصلون راس الشارع هم كلهم طين ملابسهم، تكرم احذيتهم، ما تقدر كل شيء تسوي. يعني شو تجي؟ ما نايمه؟ عيال هسه اذا طلعها وحيرشون، ومنين اذا طلعها؟ نايمات بالبيت، والله سيارته نايمه هنا بالحوش، هاي سيارتي بالحوش. ما تقدر كل شيء تسوي. من وراها المي والكيسه. يعني لا تبليط لا شوارع لا خدمات كل شيء ماكو. يوميه بين يوم ويوم احنا هاي منا طب اطلع يعني بالليل نوبه اطب الصبح لازم انغسلها ب 5000. زين هو شغل مينه؟ وانا صار شهرين قاعد ها الليله. يعني ما مشتغل لين خصوصيه ما اقدر اشتغل بيها. فهاي معاناتنا يعني شوارع مالتنا خدمات ماكو. مدارس بعيده. يعني بحي المعلمين يعني الطفل من يطلع الشارع لما يوصل حي المعلمين يخاف من السياره خاف من الشيء. ذاك اليوم صادين هميله من هناك ما تعرف عاد خطيه واحده ابو توك توك ذابهم هنا على الشارع عم يخاف عليهم مطر ما كنا هنا بالبيت دولنا ياهل على اساس وقت الانتخابات التاسيس القديم على اساس على الجديد وما خلوهم بعد خلوهم هن دعايه انتخابيه اي دعايه انتخابيه خلونا هم عواميل صحيح واسلاك بس ما ربطونا على يعني على الجدد خلونا على القديم يومية طاقات منا ضربات محولات يعني كهرباء مو رسمي هم يعني باع عليها كلن شاطلين شو تسوي اخي والله هان المعاناه كثيره يعني بالمنطقه انتم يعني تشوفون هاي الطرق والمي مدارس ماكو مستوصف هنا هم ماكو عندك معاناه المدارس مثل ما ذكر الاخ اللي يعبر القاطون واللي يعبر هذا الشارع الرئيسي شوفوا هذا الشارع ايش قد به خطوره شارع رئيسي سايدين يعني كثير صارت حوادث هنا واللي يروح لل شو اسمه قاد من دور مندي للمدرسه وكلها طين ومي ومجاري ماكو وكهرباء همين كذلك هم ماكو كهرباء يوميه طاقه ومنطقتنا يقول لك ممكن على مستوى دياله يعني من ناحيه الكهرباء فدنا وماكو كهرباء يعني الكهرباء بس تجي هيك بس يعني شلون خلينا نقول يرمش لك رقطه نخابر عليه غير مناطق يعطونا ساعه ساعتين هاي لما صارت هاي الفتره هاي مال بطوله الخليج على اساس محولينها للبصره يعني ينطونهم احنا ما نشوفها خير خلاص يعني باليوم كله يجيبها نص ساعه يوم كامل لو ما يجيبها بالليل ما تشوفها تعلوله تقعد من قاطعها من العصر ورا 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 ما تنام يلا تجي الكهرباء وكثير مثل ما ذكر الاخان المعاناه كثيره هاي المي مدارس ماكو بعيده كهرباء مجاري ماكو كثير يعني ان شاء الله وهان الناس اكثر الناس هان حالتها بسيطه يعني كلها تشتغل عماله يعني ما عدها يعني الناس كلها ضعفه بس بوقت الانتخابات يجون يسوي لكم هيك ويسوي لكم هيك ذب وسبسات يعني مع احترامي يعني للناس يعني شو يعني الناس تريد يعني شيء واحد يسوي لها اخذوا اصواتهم ومشوا كل شيء ما سووا جامع شو اسمه بالجامع يعني هالخير يعني ناس تتبرع من خارج شو اسمه يعني من خارج المنطقه يعني من بعقوبه من يعني اهل الخير يتبرعون يسوون شو اسمه سله غذائيه يوزعونها لهم وكذلك منظمات يعني مو بس المسجد اكو منظمات تجي هان تفتر بالمناطق توزع شيء بسيط يعني سله غذائيه حيمات يعني تقريبا تكلف 15000 20000 هيك يعني اغلبيه كلها فقرة يعني ما اقول لك يعني خلينا نقول اغلبيه فقرة لا المنطقه كلها فقيره كلها يعني انت تعرف حالها مهجرين وكلها يعني ما عافت ديارها ومناطقها وجت هنا سكنت كلها فقر المنطقه. هاي درب يا اخوي وانيتي موجود بالحاسبه هذه حكيت وكان يشوفونها من الجو. Thank you.
أشكى حالي يعني أول مرة لله. حاليا أنا قاعد بالرازي بالحولي إيجار، وأب مسؤول عن 4 أطفال ووالدتي وياي، وأصرف عليهم أنا، مرات أشتغل مرات ما أشتغل، يعني وهاي وضعيتي للناس يعني. فهل يقبل المحافظ أكو واحد يعني شلون يعني وين يروح يعني؟ يقبل بأنه نظل هنا لو نهج يعني يشوف النقاء يعني؟ المو عنده بيت يعني هسه المو عنده قاع يعني وين يروح؟ وين اروح يعني؟ وين اطوج؟ معوق من زمان، من زمان صدام حسين كنا نشتغل وحادث صار بعد وما صار له اي شغله. هنا اخوي هنا قاعد، اجى هذا المجمعي مو ذولا مو شيء لهم. الاخوان هنا تقريبا 23 بيت من 24 بيت عوضوهم هنا. فلما جاء قلنا له يابا اخوي همين، قال له يابا اخوي ترى معوق وهاي، قال له خلي عاد ياخذ هاي قطعه قاع هنا يمك وخلي يبنيها. جونا البلديه وهم راضي يسوي يفلش وهاي، وهم اخو الناب هم جه هنا وقلنا له، وقال له ابو البلديه عوف هذا رجال وضعيته تعبانه واحد يعني، موقع عالم هنا عندهم بيوت متشلبين هنا، اكو عالم ترى عندها بيوت يعني. انا ما عندي بيت، لو عندي بيت والله ما اجي هنا، لو تغنيني لو تعطيني اياها طاب وهاي ما اقعد هنا، صاير علي يعني. فش اقول لا حول ولا قوه الا بالله. من ناحية الخدمات مو زينة، أنت الفرع من تجي المي للركبة، في هذا الطفل أو مثلي ها من يريد يروح للمدرسة الماء عنده خط يعني حالته مو زينة، ما يقدر يلزم خط، فيضطر أن يعبر بنص المي ويتمسخ، حال شتيه باردة يتمرض يقعد بالمدرسة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية مثل إحنا الطالب الثالث بكالوريا لازم يريد دروس خصوصية، ما كهرباء ما تنسى الموبايل، لازم خصوصية الماء عنده شلون؟ أبو الكهرباء جاي ينطيها 10 دقائق بعد ماكو، أبو المولد يعتمد على الدولار، الدولار ساعد ما يشغل، يقول لك والله الغاز غالي، جيب لي غاز أشغل لك، زين يجي راس شهر ياخذ فلوس بعد ما يشغل، ما يشوفه، على راس شهر. يعني لا عندي بيت باسمي ولا عندي فشي باسمي، بس هذا الراتب شي يسوي كل راس شهر، وقاعد لا شغله ولا عامله. بيت هذا قالوا رادوا يهدمون؟ انه اذا انهم جوا علينا هسه عليهم، اما يعني ما مرتاحين، ليش واحد يهومها؟ ما مرتاحين. يعني اذا جتك نقول دوريه وقال لك شيل غصبا عليك، مو بعد ما تقدر شو تسوي لهم؟ شيل غراضك وهاي تسكت. اخر مره يهم جونا بس قالوا لهم العائله مرضى وما عندهم احد، عائله يعني تعبانه، يلا عافونا والله هم تعبان كفيلك الله. وهسه هاي ادلهم دراجع بيها طبيب
ومنا ومنا يعني لياسات خلصا ما عندي نمشي اموره يعني عم نبات تجي مساعدات نحكيها مو عيب تجي مساعدات بالجامع تجي مساعدات شلون يعني انسانيه يساعدون الفقراء وهاي يوزعون يعني اللي ما عنده وهذا اي اللي ما عنده ينطونه يقولوا له انت هاك يساعدونه والما هاي بعد ماكو مساعدات هاي تقعد تسكت شو تسوي وهذا الوضع اللي قدامك شوف منطقه يعني تعبانه قريه يعني تعبانه هاي مو بس انا احكي لك على وضعيتي وهواي اكو ناس هسه هنا فقره مستحقه ما عندهم ارامل ذات يعني ناس فقره يعني ما يملكون بس رحمه الله كفيلك الله والله سويت عمليتين وما نشحن هسه يعني النظر ماله قليل مو هالقد يشوف اي نظره مو هالقد شاهد الله وهسه يد اوديها من راد لفد 3 ملايين 4 احير بي وهالبنيه شفت قلت لك عليها اندعمت وهسه مدراجع بها طبيب شاهد الله.